ميسان، لما تتعرض أرواحنا للتشظي وتتحطم إنسانيتنا ومنتوه ببقايا أنفسنا وما منشوف أي شيء إلا منشوف حالنا بضياع، بتصارع الحب والانكسار لينتصر الأسمى. هيك اختصرت مخرجتنا وكاتبتنا لفيلم توه جوهر الفيلم القصير اللي أنتجته المؤسسة العامة للسينما ضمن مشروع دعم سينما الشباب واللي فاز بالجائزة البرونزية. صباحنا اليوم معنا عبير حسن، سيناريست وإخراج فيلم توه. يسعد صباحك وألف مبروك. شكرا كثير، صباح الخير. أنا عبير جميل حسين. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك عبير. يعني اليوم فيلم توه، أول شيء اخترتي هذا الاسم لعنوان فيلمك القصير، نعم. ليش اخترتي هذا الاسم يلي هو ممكن ياخذنا إلى الكثير من المعاني؟ هلا أنا استقيت عنوان الفيلم من الشخصية الرئيسية بالعمل اللي هي شخصية ورد، هذا الشاب العائد من الخطف يلي بعد هالحرب والخطف اللي صار معه ما قدر يطلع من حالته وضل تائه، لا بيقدر يشوف الضوء، لا بيقدر يشوف الشمس، ما بيقدر يسمع الأصوات. فحبيت إنه يكون هو إيماء على جوهر الفيلم. أكيد. خلينا نحكي عن أحداث الفيلم وكيف ربطت الأحداث مع بعضها، يعني الشخصيات الأساسية اللي كانت والرسالة اللي حبيتي من خلالها أنك يعني هيك تصدريها للعالم. هلأ قصة الفيلم باختصار حكيت أنا أنه هي ورد بعد ما رجع ضل 3 سنين مخطوف، فقاعد بغرفته، أخته جود بتحاول تطالعه من الحالة ما بتقدر. بعدين بصير في ظرف مع صديقتها، في خلاف عائلي بينه وبين أخوها، بده يمنع أنها تعزف موسيقى، بده يحجبها، فبتجي بتلجأ لجود وبتبلش بقى القصة، بتبلش أحداث الفيلم. بتبلش بقى الأحداث. يعني بندعو كل الناس أنهم يتابعوه، بما أنه الفيلم فاز بالجائزة البرونزية أكيد في الكثير من التميز. وقت قررت تعملي الفيلم ليش اخترتي هذا الموضوع؟ يعني يمكن بلحظة من اللحظات بلش العديد من الأشخاص يقولوا أنه عم نطلع نحن من الحرب ومن الكتابة عن الحرب، ولكن رجعتي اخترتي شيء من واقع معاش وقصص عاشوها السوريين. فليش اخترتي هذا الموضوع وكيف بلشتي تتعاوني مع المؤسسة العامة للسينما؟ اوكي، هلا انا بلشت ركز على الجانب النفسي، تمام، يعني ما اخذت بالحرب او بالاحداث اللي صارت، اخذت شخصية، هاي الشخصية صار في عندها مشكلة نفسية. الصبية اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي هي اللي حاولت، اللي هي حبيبته سابقا قبل الخطف، حاولت انها تطالعه من الحالة اللي هو فيها، وإن شاء الله تكون انتصرت يعني بنهاية الفيلم إلى حد ما. بالنسبة للمؤسسة العامة للسينما، هلأ أنا خريجت دبلوم فنون سينمائية وعلومة، وهي التجربة كانت يعني خلتني أطور أدواتي على في صعيد الإخراج. هلأ أنا بالكتابة يعني إلى حد ما في إلي تجارب سابقة، بس الإخراج كانت هي أول تجربة، تجربة فيلم توه. نحن درسنا بالدبلوم تصوير وسيناريو وإخراج وإضاءة وكل أنواع الفنون السينمائية. المؤسسة عم قدمت لطلاب الدبلوم كامل الدعم، وكان مشروع المنحة اللي هو الفيلم اللي أخذ الجائزة هو مثل حتى نشوف نحن كطلاب دبلوم انه كيف قدرنا نستثمر هي الدراسه اللي درسناها وتصير من نظري لعملي على ارض الواقع. فالحمد لله كانت تجربه جيده، وان شاء الله الناس اللي بتشوف الفيلم اكيد حبه. لكن خلينا نروح ونشوف مشاهد من حفل الختام ونرجع نتابع حديثنا. هنا القدس من دمشق، هنا دمشق من دمشق، هنا سوريا من دمشق. يهودي والله ما عم صدق، قالوا لي والله ليش هيك صار؟ طفلي لك يا شو هالفيديو؟ شو هالصور اللي عم شوفها؟ هلا هدول كلهم شهداء؟ يا حبيبي شهادة، كل شهادة مثل الوردة. Thank you.
يعني شفنا أجواء من توزيع الجوائز بشكل عام بمهرجان سينما الشباب باختتام فعالياته اليوم. سينما الشباب قديش عم تعطي فرصة للشباب السوري لحتى يقدموا شيء من إبداعاتهم، من الشغلات أيضا يلي تعلموها من خلال الدراسة الأكاديمية يلي درسوها؟ هلا بداية نحن بسوريا ما عندنا معهد عالي للسينما، تمام؟ في عندنا معهد عالي للفنون المسرحية، فالشخص اللي عنده شغف بالسينما بده يلاقي طريق لحتى يطور أدواته ويقدر يصير يعني إلى حد ما ممتلك مفاتيح العملية الإخراجية. فكان دبلوم العلوم السينمائية هو مثل مفصل مهم لأي حدا حابب إنه يفوت بمجال الإخراج أكاديميا. يعني أنا بعتبره إنه بالنسبة هو ما في منهج محدد، هو كل استاذ عنا وكل دكتور يعطينا من خبرته الخلاصة ونشتغل نظري نشتغل عملي إلى آخره. فأنا بشوفها أن هي فرصة مهمة كتير لأي شاب عنده طموح، أي صبية عندها طموح وحابة أنها تبلش بالسينما بالإخراج. أكيد. عبير، يمكن كمان المكرمين بالمهرجان ما كانوا كلهم أكاديميين، كان فيهم اللي عندهم هذا الشغف والموهبة. صحيح. كمان أدي اليوم عم تشوفي هذا الدعم للسينما الشباب، وخاصة أنه عم تعطي فرص لكل حدا عنده موهبة بأفكار معينة حتى فعلا ينفذها، كيف عم تشوفي هذا الدعم ولبعدين كيف أنت بتتمني يصير هذا الدعم أكثر؟ هلأ أنا بشوفها خطوة مهمة كتير من المؤسسة العامة للسينما الصراحة، إنه عطوا فرصة مو بس لطلاب الدبلوم، فتحوا مجال إنه أي نص جيد وأي شاب وصبية عندهم طموح وحابين إنه يفوتوا بمجال أو يطلعوا شيء من شغلهم من موهبتهم إلى آخره. فأنا بشوفها شغلة مهمة كتير، وبتمنى إنه يكون في مو بس هاي الفرصة، يعني يكون في فرص تانية لإلهم. في شغلة كمان إنه المؤسسة العامة للسينما حتى للأطفال عملت شيء له علاقة بتطوير أدواتهم، وعملت لهم كمان يعني مو بس الشباب، يعني السينما هلأ نحن بعد الحرب بحاجتها كتير. السينما بتختزل صورة، بتختزل الواقع كامل بصورة. فبعد الحرب يعني نحن بحاجة كتير إنه نعطي مجال، يصير في إمكانيات أكثر، يصير في دعم مادي ومعنوي، يصير حرب ما بنقدر نصدر لبرا، فعلى الأقل إنه نحن نكون قادرين نوصل رسالة. رسالة من خلال اليوم. بعد الفيلم يلي عملتي، شو هي المشاريع يلي عم تخططي لها سينمائيا، ولوين حابة توصلي بموضوع السينما؟ هلا بداية هي خطوة أولى وانا كثير انبسطت فيها، وعلى الصعيد الشخصي شعرت انه بعد الدراسه وتعب والى اخره قدرنا نوصل شوي للشيء اللي على طريق الطموح الاكبر. هلا انا بقادم الايام ممكن يكون في فيلم اطول احترافي اكثر، اكيد رح اشتغل على حالي على الصعيد الشخصي حتى اطور ادواتي اكثر، وان شاء الله يكون في شيء جميل وجيد. عبير، اليوم عم بشارككم نجوم من نجوم الدراما والسينما السورية بأعمالكم، قدي هذا الشيء كمان مهم ليضفي لمسة إبداعية لعمل كل حدا كمان جديد على الساحة؟ هلا هي كتير مهمة إنه أنت طالب بلشت عم تشتغل وشخص معروف بالدراما إجا أضف لك إضافة لعملك، سوق لك فيلمك، حتى أحيانا في ناس بتحب ممثل معين فبتجي كرماله. هلا في ناس صار حتى تصريح الفنانه وفاء مصلي انه قالت انه نحن كمان عم ناخذ منهم افكار جديده، يعني انه قد ايه عم بيحبوا انه هي الافكار وهي الروح الشباب الجديده حتى الفنانين الكبار. هلا بنكمل بعض، يعني الماضي والحاضر بكملوا بعضهم. يعني ف انا بشوف انه كثير مهم انه هلا برا مثلا بالهند اهم السينمائيين بيختاروا الأفلام الجديدة أحياناً وبيشاركوا فيها حتى يدعموا بلدهم. يعني أنا بلاقي كتير حلو أنه مثلاً فنان مهم يتواضع ويكون موجود بتجربة، لو كان أنه هو مثلاً ما أنه مدرك تماماً هذا المخرج وإمكانياته، على الأقل لما بيكون معك شخص مهم فأنت نفسياً بتتحفز تقدم الأفضل. صحيح. اليوم شو الصعوبات يلي واجهتوها أنتو كشباب بأول الطريق وقت بدكم تبلشوا تمتلكوا أدواتكم لحتى تبلشوا حتى لو بفيلم قصير؟
هلا الصعوبات هي كانت انه الفتره قصيره، يعني انت بعد دراسه سنه دبلوم صرتي قدام خطوه فيها مسؤوليه، وفي كمان انه يعني بدك تطلعي التعب اللي انت تعبتيه بهي الفرصه. فانا كان في شويه صعوبات انه في مساعده مثلا لازم تكون من فن الاضاءه، لانه انت درستي بس ما اخذتي كل يعني ما قلت لك يعني بدك تكامل بالعمل طبعاً. بدك اشخاص يكملوك يكملوا فكرتك يكملوا. ففريق العمل اللي كان موجود كان له دور كبير، انه مثلا مو كل شيء انا كان موجود عندي، كان في مثلا الاضاءه التصوير حتى الممثلين قدرنا ندير الممثل صح، قدرت مثلا انه اشتغل على التفاصيل الصغيره، وكان في شويه صعوبات لانه افلام المنحه ما بيتقدم لها الدعم الكبير، يعني بتكون هي بسيطه، لانه يمكن كمان في عدد منيح يعني من الافلام القصيره، فهنا لازم يدعموا كل هاي الافلام بنفس الوقت. هلا كخطوه اولى من المؤسسه العامه للسينما ممتازه تمام، لانه هذا مهرجان سنوي عم يصير زينب، يعني قد ايه هن بدهم يدعموا الاكثر قدر صحيح. من الاشخاص من, من المواهب من الشباب، ان كان من فنانين جداد او ايضا من مخرجين او الكتاب، لانه العدد كبير فما كان في امكانيات كبيره تمام. فنحن ضمن الامكانيات المتاحه قدمنا هذا العمل. فبالقادم من الايام اكيد بعد ما انه نحن قدمنا انفسنا وان شاء الله نكون قدمناها بشكل لطيف وجميل، اكيد المؤسسه او اكيد اي جهه راح نشتغل معها راح يكون في امكانيات اكبر، فبيكون الانجاز اعظم، الانجاز افضل. اكيد نحن يا عبير كثير انبسطنا فيكي، وبنرجع بنقول لك مبروك انك حصلتي على الجائزه البرونزيه لفيلم توه، هي اول تجربه لك، نتمنى لك التجارب الثانيه تحقق نجاح كثير، وان شاء الله عقبال الذهبيه. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا كثير لك، وموفقه يا ربي التجارب القادمه يلي بتقومي فيها. شكرا لك.